انت بقى يا سواق التوك توك بتخاف من مين؟ انا من كل حاجه، بس اللي بيجي عليا مخافش منه. بتاخد حقك بايدك، اتعلم. يعني دلوقتي امي ميته، امي دي استغفر الله العظيم عندي بعد ربنا حبيبي، يعني مثلا لو قال لي يا ابن كذا مثلا بامي، اسيبه مره واثنين، الثالثه وما رضيتهم خلاص بقى ربنا هو. بس لا، ما تسيبهالوش ولا مره ولا اتنين، علشان لو لقوك ساكت هيفتكروا انك ضعيف فيدوك على قفاك. بتتضرب كتير؟ انا بتضرب كتير. يوميتك كام من التوك؟ زي ما ربنا يرزقني تقريبا، يعني ساعات 70 ساعات 50. كلهم ليك؟ لا، 30 لصاحب التوك توك وبنزين وجراج. وانت بتطلع بكام؟ ب 20 يعني ساعات مثلاً؟ لو 50 احط مثلا ب 15 جنيه بنزين و5 جنيه جراج، خلاص كده مروح من غير اي حاجه. الله.